ليه سعيد؟ آخ شو ليش تأخرت؟ صارت معي شغلة أنا جاي لعندك على الطريق أخرتني شوي. خير شو هالشغلة بقى؟ بعدين بحكي لك تعبان هلا مالي فاضي. بطلب لك أرجيلة؟ لا 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 ما جا عبالي أرجيلة. طمني شو صار معك مشان الشغل؟ على حطت إيدك ما صار شيء. لك شلون ما صار شيء؟ مو على أساس دبرت ورشة جيلي بلاط؟ مزبوط بس السعر اللي دفعوه قليل كتير ومو محرز الواحد يقاتل مشانه. ولك أخي منيح منيح شو ما كان السعر هلا منيح. مو أحسن من قعدتنا هيك عطالين بطالين لا شغلة ولا عاملة. شو يعني أنت حابب تشتغل ببلاش؟ وليش ببلاش بقى؟ لأنه الجماعة عندهم شقة 120 متر. قديش بدهم يدفعوا على المتر؟ ما دفعوا أكثر من 50 ليرة، يعني الشقة كلها على بعضها يا دوب 6000 ليرة. شو بهون ال 6000 ما عاد يعجبوك؟ ثلاثة إلك وثلاثة إلي. لك شو نسيت إنه ما ندفع أجرة الجلاية حوالي 2000 ليرة؟ مظبوط والله. يا سيدي 4000، اثنين إلك واثنين إلي. لا حبيبي ما حزرت، ما رح يبقى لك الواحد 2000 ليرة صافي. وليش بقى؟ لأنه اللي دبر لي الورشة بده كوميسيون لجيبته 2000 ليرة. يعني من كل هالورشة بقي 2000، 1000 إلي و1000 إلك. بقى أنت عندك استعداد تشتغل 5 أيام ورا الجلاية مثل الحمار مشان 1000 ليرة؟ لا والله مالي مستعد. العملية هيك مسكرة بوشنا من جميع الجهات. لك هي بالحساب صار لنا 6 شهور قاعدين شبين كل واحد مثل اللوح. خليها لله يا سعيد، وما بخفي عنك إني مليت تماما ورح تأمن هالقصة. الله وكيلك لولا المساعدات الغذائية والتموينية اللي عم تجي من بيت حماية كنت مت من جوعي. شو مفكر لكان؟ يا قسما بالله عم تمر علي أيام ما معي حق ربطة خبز. خلص ماهر من شان الله لا تشكيلي ببكيلك. على الأقل أنت الله بعت لك بيت حمزراف عم يساعدوك شوي. روح شوف البيت الأحمر اللي عندي أنا. بدل ما يساعدوني ندفي قاعدين عالي علي. لك عم بصرف عليهم يا رجال أكثر ما عم بصرف على حالي. وبعدين سعيد شو الحل؟ هيك بدنا نضل قاعدين مثل الأرامل عم نندب حظنا؟ يعني شو طالع بإيدنا نعمل وما عملنا؟ ما ضل باب شغل بوشنا لو دقينا. مزبوط. لا واللي بيهر إنه أنا وياك في بإيدنا مصلحتين ثلاثة، يعني المفروض يضل شغلنا ماشي ساري كل السنة. آخ بس إلا ما تفرج. أي سعيد قلت لي إنه في شغلة صارت معك وبدك تحكي لي إياها. إيه مزبوط مزبوط. بس ماهر هلا أنا جعت كتير، خلينا نروح ناكلنا شي لقمة نظيفة بشي مطعم ظريف ونحكي على رواق. مطعم؟ ومن إمتى أنا وياك كنا نروح على المطاعم؟ شو يعني حرام نقعد بمطعم محترم مثل الخلق والعالم؟ خلاص يعني انكتب علينا الشقة والتعتير طول عمرنا؟ لك أخي ما اختلفنا، بس من وين المصاري؟ أنا معي مصاري، لا تاكل هم. معك مصاري؟ إي نعم. من إمتى لك سعيد؟ لتكون دبرت شغل وعم تشتغل لحالك وأنا ما عندي علم ها؟ لك قوم ناكل هلا بعدين بنحكي. طيب شرف، وينك؟ بما إنه معك مصاري ادفع حساب الطاولة. على عيني وراسي. شرف. إيه سعيد؟ ما قلت لي، منين جبت المصاري؟ اليوم أنا وجاي لعندك على القهوة، كنت مستعجل، فماشي بسرعة وعم بتلحوش من شارع لشارع مثل القهوة. وصلت على إشارة كانت حمراء، جيت بدي أقطع قلبت بدقاني، قلت لحالي بركي بلحق وصل قبل ما تصير خضراء، وفعلا ما كذبت خبر مشيت، أنا مشيت من هون مشيوا السيارات من هون، المهم لحقت حالي، بس قبل ما وصل نكشتني سيارة برجلي، وقعتني على الأرض. شو هالحكي؟ وإن شاء الله ما صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء، مالك شايفني مثل القردة قاعد قدامك؟ رعبتني. بس النافة مو هون. لك صاحب السيارة ما حل عني إلا أعطاني 2000 ليرة. 2000 ليرة؟ وليش ليعطيك 2000 ليرة؟ لك شلون ليش ليعطيني؟ حبيب قلبي أنا حياتي تعرضت للخطر. هلا أنت حياتك تتعرض للخطر؟ أعلم الله أنت مثل القطط بسبع رواح، لك يضرب حظي شو معبتك. يعني حرام تضربني سيارة مثل اللي ضربتك وآخذ لي 2000 ليرة أشبرع فيه. ولك ليش أخي ماهر؟ ليش لا تنطب حظك؟ خلص ملحوقة بإذن الله ملحوقة. ملحوقة؟ شلون يعني ملحوقة؟ يعني هي الشغلة إجتنا على إيديها ورجليها. إذا لعبناها صح قسما بالله لنقبر الفقر أنا وياك. سعيد شبك وضح والله ما عم بفهم عليك. شوف حبيبي من اليوم ورايح مننزل أنا وياك على هالشوارع ومنلتحش قدام هالسيارات ومناخذ لنا اللي فيه النصيب. شو رأيك؟ بس مو خطرة هالشغلة؟ لك خطرة ما اختلفنا، بس يعني أنا شغلة مو خطرة وقفتنا ورا الجلاية مو خطرة. بلا خطرة. بقى الواحد بده يخاطر له شوي مشان هاللقمة. ما في شيء بيجي من الهواء. طيب انا جاهز، امتى بتحب نبلش؟ امتى ما بدك، من بكره الصبح اذا بدك. اتكلنا على الله. بعيونك. والمهر انا برايي نبلش دغري على الحارك. يلا جاهزين. بس ما بعرف مين بده يبلش انا ولا انت. والله انا برايي تبلش انت، انت صار عندك خبره بهيك شغلات. عمي خلينا نعمل قرعه. معك خمسة؟ ايه معي خوت. هات لشوف. طرة ولا نقاش؟ طرة. اخس دورك. زيل وين؟
من على الزاويه من هنيك دغري. شرف. يلا اجت رح زد حالي تحت. شو تزد حالك؟ ولا تزد حالك غير قدام تاكسي. طول بالك شوي، لا تواخذنا معلم. ليش شو فيها؟ لك هدول ما بيطلعوا عن القرش، بعدين برجوهم عريضك تعلقنا معهم. استنى شوي لما تمر لها شي سياره مهزه. هي سياره. يلا يلا جهز حالك. يلا يلا عامل حالك عم تقطع الشارع وزد حالك. اوكي يلا بقول لك انطلق. يلا يلا واحد اثنين ثلاثه روح. يلا خير خير يا اخ، صار لك شيء؟ ضمني ان شاء الله ما صار لك شيء. الله يسامحك يا مدام، لك شلون هيك دعستي؟ لك لولا لطف الله كنت فعستي فعس. الله وكيلك، انا ما دخلني، ما لقيته غير نط قدامي مثل العفريت وما عرفت ليش نط. نط يا ابو الشباب. يا معلم صار لك شيء حبيب؟ ظهري عم يجعني كثير يا جماعه. ظهري اكبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بتعرفي مدام يمكن كسر ظهره وصار بده سيخ معدني. سيخ معدني؟ تخيلكم تخيلكم طلبوا لي الشرطه والاسعاف مشان الله بسرعه. شرطه واسعاف؟ ولي على قامتي، منين اجتني هالمصيبه انا؟ شباب ساعدوني خلينا نحملو عصيف. عملكن عملكن. ها ظهره ظهره يمكن مكسور. ظهري يا جماعه. واحد اثنين ثلاثه. عملك عملك. لحظه لحظه، هاتوا هاتوا نفس الاشياء. خذهم خذهم. يلا اثنين. مدام فيكي تعطينا الموبايل تبعك شوي؟ ليش شو بدك اياه؟ بدنا نحكي مع الشرطه والاسعاف. شو بدنا نكتب ضبط؟ ضروري الضبط؟ طبعا ضروري الضبط، مالك شايفه شلون عطبتيها الزلمه؟ ايه بس مو الحق علي، هو نط قدامي مثل القضاء المستعجل. والله يا مدام الشرطه اللي بتقرر اذا نط ولا ما نط، لا انا ولا انت. يعني ما بيمشي الحال بلا ضبط؟ معلومك اذا انكتب ضبط رح اتبهدل ونحبس بالنظاره، وهذا الشيء انت ما بتريده. والله يا انسه بدك تنحبسي. يعني هذا قدرك نصيبك، شو بدك تعملي؟ طيب شو الحل برايك؟ شو رأيك ترضي لك يا برشين؟ يعني الرجال شفت عينك معتر وعلى باب الله. بيرضى يا ترى؟ والله يا مدام أنا راح بحكي لك معه، بركي بيرضى. قولي إن شاء الله. يلا يا شباب، يلا كل واحد يروح حال سبيله. يلا ضاعت ولقيناها، ما في داعي للعشرة. يعطيكم العافية يا شباب. نظارات مين هدول؟ يعطيك العافية، شكرا. طمني شو قال لك؟ بهنيكي مدام، الرجال طلع ابن حلال وما طلب منك غير 10,000 ورقة بس. بالله شو؟ شو 10,000 ليرة كتير هيك؟ بالعكس يا مدام، الرجال مراعيكي كتير كتير، مثل ما عم قل لك. يعني أنا ما بدي أقول قدامه، بس لا سمح الله إذا بده يعمل له هي صورة شو بيسموها، طبقي محوري للفقر الرابع اللي انعطبت بظهره تحديدا، بده 3-4,000 ورقة. هذا إذا ما كان بده سيخ معدني، ب 100,000 ما بتكفيه. وأنت شو عرفك إنه بده سيخ معدني؟ بده، شلون ما بده يعني؟ هلا انت باينتك صعبة وبتحسبيها كتير يا خانم. خلص من دق للشرطة بتكتب ضبط وبياخدوه على المستشفى، هنيك بيقرروا. لا لا ما في داعي. خلص أنا رح أدفع له 6,000 ليرة. الله يخليك، روح اسأله بيرضى؟ آخ يا ظهري آخ. ستة شو؟ والله يا مدام ما رضي مثل ما شفتي، بده 7,000، الرجال مراعيكي بثلاثة. هاي 6,000 ليرة، والله ما معي غيره، خلص روح عطيهم وفرنك واحد ما رح أدفع. خلص يسلموا ايديكي، معوضين. خلص تيسري انت مدام، تيسري. خلاص شوفي الرجال كيف عم يشكري. الله معك. هي 3,000 إلك وهي 3 إلي. نعمة كريم، بس أنت كنت لازم تتوجع أكثر من هيك. لو توجعت منيح كنت أخذت منها 10,000 ليرة هي عم تضحك وبتلعب. خلاص ولا يهمك، المرة الثانية إن شاء الله. روح ندور لنا على شي سيارة ثانية. إيه بس هالمرة دورك. ها لك عمي دوري، بس إن شاء الله نتوفى لنا بشي شوفير ابن حلال. امشي. آخ إن شاء الله إن شاء الله تجيبوا لي الإسعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله باين تعبت وجع كثير، هاي يمكن معه كسر متفتت برجله وبده سيخ معدني. قل هو الله احد. سيخ معدني؟ الله يستر يا رب. هذا اذا ما طلع معه كسر بالحوض كمان. بقى اسمع مني ابو الشباب، كساب حالك بال10,000 ليرة، احسن ما تكبر القصه وعلى سين وجيم واخذ ورد، ويمكن يحبسوك لبين ما يتسكر التقرير الطبي. يعني هو قبلان ب10,000 ليرة؟ ايه ايه قبلان. باينته شاب معتر ودرويش وعلى باب الله، وبيني وبينك تحاك بيعبك انه قبل بهيك مبلغ. ايه قسما بالله، قسما بالله ما تكون واقع بين ايدين واحد ابن حرام. ايه ما كان حل عنك بقل من 50,000 ليرة بالميتة. طيب ماشي ماشي الحال، امسك هي 10,000 ليرة، اعطيها هون وخليه يتعالج. معوضين ان شاء الله. المهم انت استاذ تيسر قبل ما تجي الشرطة. الله معك. يلا بخاطرة. انت بقى دير بالك تاي مرة. ها ايه ماشي ماشي. مني كيف رجلك؟ شو بدك من رجلي هلا؟ قديش عطاك؟ 10,000. هاي 5 لك وهي 5 لي. نعمة كريم، شلون لقيت لي هالشغلة؟ يا سيدي أحلى شغلة، على القليلة أحسن من الوقفة ورا جلاية البلاط. قوم لكان قوم، قوم نروح ناكلنا شي أكلة طيبة بشي مطعم مرتب، ندلل حالنا شوي بعد هالتعب اليوم. قوم. ما عاد بدنا نشتغل اليوم يعني؟ لا 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 لا، خلص اليوم حاجتنا بكفي. بكره من الصبح بننزل انا وياك على شارع تاني مشان ما نلفت نظر. يلا. شوف على السياره، جهز لي حالك. يلا والله رزق محرزه. يلا. ولا الشغلة؟ حول الله. صار لك شيء؟ ظهرك عم يجعك؟ كل جسمي عم يجعني. دخيلك يا سعيد، اطلب لي الاسعاف، يمكن كسروا لي ظهري عن جد. طول بالك شوي ماهر، طول بالك. يعني الحكايه بدها اسعاف؟ يمكن يمكن ظهري انكسر وصار لازمني سيخ معدني. سعيد، قديش بكلف سيخ المعدني؟ لك شو قديش بكلف السيخ؟ يعني بكلف قد اللي اشتغلناه امبارح بشي 6-7 مرات. لا والله اشتغلنا. يا ظهري. يا جماعة اسعاف. الو نعم. اهلين سحورة، صباح النور، كيفك يا امي؟ كيف هالقطاط؟ يقبروا قلبي ان شاء الله. ها؟ شو هالحكي؟ عيد ميلاد مين قلتيلي؟ عمورة؟ كل عام وهو بقلب خير تقبريني. لكان لكان معلوم معلوم بدنا نجي، ما احلانا وما نجي. لكان عمورة غالي على قلبنا كتير. ايه امي، ما بعرف يعني اذا الله راد الساعة 5 منكون عندكم. ايه تقبري قلبي. ايه سلميلي على جوزك. ليكي بوسيلي سارة السرسارة. وبوسيلي عمورة. الله معك سحورة. صباح الخير ام يوسف. صباح النور، تقبرني. يا ترى مع مين كنت عم تحكي بالتليفون؟ بحكي مع سحورة، قال اليوم عيد ميلاد ابن عمورة. شو هالحكي؟ اليوم عيد ميلاد عمورة؟
اي والله يا ابن الحلال. ألف مبروك إن شاء الله، ألف مبروك، والله يطول عمرنا أنا وياكي، حتى بس يكبر عمورة ويتجوز يفرح فينا هو وأولاده. شو أبو يوسف؟ نسيان إنه في مناسبة تانية اليوم؟ لا ما نسيت، معقولة أنسى يعني؟ ليكو التانية، ولا مفكرتيني خرفت وطاش حجري؟ اليوم بدنا نغير الفواشة تبع خزان المي اللي عم يشرشر علينا من السيفة. عم قلك مناسبة يا أبو يوسف، هلأ صار تغيير الفواشة مناسبة بنظرك؟ وشو هالمناسبة بقى؟ يا خسارة يا أبو يوسف، كنت مفتكرتك متذكر. لك متذكر متذكر أنت التانية، بس كنت عم بمزح معك، يعني معقولة انسى يوم جوازنا الأربعين؟ لا الخمسين وانت السادق. حلفتك بالله الخمسين؟ شوف الايام، شوفي معناها اليوم بيصادف اليوبيل الذهبي لجوازنا. ايه ومشان هيك لازم تكون هديتك هالسنه هديه محرزه، مو مثل كل هالسنين اللي مضيت. يعني ما بدك يعني جيب لك كيلو حنه وشحاطه مثل كل سنه؟ لا ما بدي، غير لي هالهدايا بقى. على عيني وراسي تكرمي، جيب لك هدية قميص نوم نص كم؟ لا ما بدي قميص نوم، بدي غلة محرزة أكتر. طيب شو رأيك بطقم جديد؟ طقم شو؟ طقم شو يعني طقم سنام؟ دخيلك انت ومسحك شو تقيل. إذا كان شو فكرتيني رح أجيب لك طقم كنبات؟ المهم هلأ شو رأيك نعمل سهرة ونعزم عليها كل اللي كانوا حضرانين بعرسنا؟ نعمل سهرة؟ ايه سهرة. شو قلت؟ ما في معنى، ليش لا؟ والله فكرة معقولة، بس انت بتتذكري كل اللي كانوا حضرانين يا ترى ولا ما بتتذكري؟ مو ضروري نتذكر الكل، نعزم اللي منتذكره بس. ماشي الحال. واي ورقة وقلم؟ بس انت نقليمو. شو اكتب بالقائمة؟ اكتب اول شي خالك ابو هيثم. يا ستي على عيني انت وخالي. بس خالي خرف من زمان وما عاد جمع، وهلأ ما بيعرف الله وين حاطه، يعني بتقليله طز بيقلك صباح الخيرات. بلا كتب لكان رفيقك ابو عبد المجيد. ولك شبكي ام يوسف، ليش هيك انت صايرة هالسنة؟ ما كنتي هيك؟ خير بشو غلطت انا؟ شو نسيتي انه ابو عبد المجيد عطاكي عمره من سنتين الله يرحم بترابه؟ يبعت لي حمى. اي والله مزبوط. طيب شو رأيك تعزم ابن عمك مصطفى؟ لك شبكي ام يوسف؟ لا هيك رح ازعل منك، ها رح ازعل تماما. ليش بقى؟ لانه مصطفى ابن عمي ما كان خلقان يوم عرسنا. اي والله مزبوط. طيب سجل اسم جارتنا القديمة ام شريف. اليك والتانية مين عم تتذكر؟ ام شريف صارت بمأوى العجزة من 3 سنين. مين بدنا نعزم لكم يا أبو يوسف؟ بصراحة يا أم يوسف ما رح تزبط معنا هالفكرة ولا بشكل، لأنه كل يلي كانوا حضرانين عرسنا يا أما اتكلوا على ديار الحق يا أما ما عادت معروفة أرضيهم وين. شو يعني؟ ما بدنا نحتفل باليوبيل الذهبي تبعنا؟ لا لا نحتفل، بس يعني فكري إذا غيرنا الطريقة بيكون أفضل. طيب أنا عندي فكرة. شو هي ام يوسف؟ شو رأيك نساوي مثل ما كنا نساوي قبل 50 سنة؟ ليش شو كنا نساوي قبل 50 سنة؟ والله ما لي متذكر شي من شي. ما بتتذكر ايام زمان لما كنا نتواعد قدام باب سينما عبلة ونروح بعدين ناكل بوزة بالفستق بسوق الحميدية؟ اي والله مزبوط يا ام يوسف، وكنت بالعلامة أخذ لك معي كل مرة وردة جورية، وأنا كمان كنت أخذ لك زنبقة بيضة، وكنت أقدم لك الوردة وقل لك اشتقت لك، وأنا كنت أقدم لك الوردة وقل لك وأنا كمان، وكنت أسحبك من إيدك ونروح نتمشى من باب السينما هيك لسوق الحمدية، وكل الطريق كنت تغازلني وتقلي كلام حلو كتير. اسأل الله هديك الأيام يا أم يوسف. بالفعل كل يوم عم يروح ما عم يرجع مثله. عم يرجع مثله شي يا أم يوسف؟
هو ما عم يرزع مثله، بس بجوز عم يرزع احلى منه. مشان هيك ابو يوسف اليوم لازم نعمل مثل ما كنا نعمل قبل 50 سنة. بقى شو رأيك؟ يعني بدك نتواعد على باب السينما واخذ لك معي وردة واسحبك من ايدك ونتمشى لسوق الحمدية وغاز لك كل الطريق؟ ايه ليش لا؟ ما بعرف يا ام يوسف، والله ما بعرف. يعني حلوة نعمل هيك شي بهالعمر؟ هلا لا، وفوق منا خايف ما يطلع معي شي بالقفلة. مو مهم، المهم نرجع ايام الماضي. والله اذا هيك بدك خلاص مثل ما بدك يا ام يوسف تكرمي. انو ساعة بتحبي نتواعد على باب سينما عبلة؟ الساعة 4 نقضي ساعة مع بعض، بعدين منروح لعند بنتنا السحر مشان نحتفل بيوم ميلاد عمورة. ماشي الحال، أنا من جهتي موافق، بس المشكلة يا أم يوسف كيف بدنا نروح سوا من هون؟ يعني ما بيعود له طعمة كل هالموعد. نطلع سوا يعني؟ لا أيوه، مين قال لك بدنا نروح سوا؟ كل واحد بيروح لحاله. يلا هلا أنت روح لعند بيت أهلك القديم وجهز حالك وتشبشب لك شوي وتهندت وتعطر، وأنا كمان يعني رح أطلع من هون دغري بعد ما ألبس لك الطقم اللي بتحبه وأتغندر وأتدهب شوي. ماشي الحال ماشي الحال، قومي هلا حطي فطور خليني آكل لقمة قبل ما أمشي. تكرم عينك أبو يوسف. نعم. وحك تجيب سيرة قدام أختك رمزية، ما بدنا نصير علكة بنسانها. لا لا، خصوصي إنها عانس وبدها أصالة تتسلى فيها، ما بدنا حدا يتريق علينا. ليش أنا بسترجي أحكي هيك شيء قدامها؟ عليم الله عليها لسان مثل مقصص كافي. قومي هلأ خلصينا أنت تانية. قومي. شو أبو يوسف؟ شو قصتك اليوم؟ أنو قصة؟ شو شايفتك عم تتهندز وتهندم حالك يعني على غير رواهيت؟ إيه والله يا رمزية، عندي موعد مهم. موعد مهم؟ مع مين يعني؟ مع مين؟ مع ناس مهمين. طيب ومين هالناس المهمين؟ ما بتعرفيهم، بس مهمين كتير قد ما قلتلك وأكتر. طيب رجال ولا نسوان؟ شو بنا رمزية؟ أنا خرج نسوان بعد كل هالعمر هال؟ لكن ليش ما لبست أواعيك هنيك بالبيت؟ أكيد جاي لعندي هون زبط حالك بعيد عن أنظار مرتك، ما هيك؟ لا أستي، أنا أجيت لهون لأني تارك طقم العرس هون من 50 سنة وجاي على بالي ألبسه، هذا أولا. إيه؟ وتانيا؟ تانيا الموعد تبعي قريب من هون، سقط لقط، يعني بوفر على حالي شوية مشي. شو بنا رمزية؟ لا تكوني مجعوسة من جيتي لعندك. تقبر قلبي، أنا أجهز من جيتك؟ شو هالحكي أعوذ بالله، بس يعني أنا هيك بس حبيت استفسر يعني. واستفسرتي؟ إيه الحمد لله تقبر قلبي. مش الحال؟ إيه الحمد لله. شوفي لي هلأ الله يرضى عليكي، لابقى هلك رافي على هالطقم الأسود. شو لابقى؟ بتطير العقل. تقبر قلبي عشبوبية ما أحلاها. لك يا حينتك بأم يوسف، شو طبسك فيها وعجبك فيها ما بعرف. كني بقى رمزية كني، يحملك الجني شو بتضلك بتزني. فعلا انت نكاشة ببور.
الله يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك. نعم دخيل عينك، بدي أسألك، بتعرف لي سينما عبلة وين؟ لا والله حياتي ما سمعت باسم هيك سينما. هو بيجوز يكونوا مغيرين للاسم. شو في سينمات بهالمنطقة هون؟ ما بعرف، بس على حسب علمي هون ما في. طيب الله يعطيك العافية. وين دلوش؟ ما امشي، روح روح روح. الله يعطيك العافية، روح. لو سمحت يا ابني. نعم خالي. بتعرف لي وين سينما عبلة؟ شو هاي؟ سينما عبلة. ليش في بالشام سينما اسمها سينما عبلة؟ يا عيب السوم عليك يا ابني، سبت لحكايتك ما بيعرف سينما عبلة؟ لا والله ما بعرف. هن وين قالوا لك بالضبط؟ منو هدول؟ يلي دلوكي عليها لسينما عبلة. ما حدا دلني يا ابني، انا حضراني فيها افلام بيجي اكثر من 20 مرة. طيب شلون جاي عليها وما بتعرفي وينها؟ ايه هذا الحكي من زمان، من 40-50 سنة، مو من هلا. الله يسامحك يا خالي، في شي بيضلع حاله 40-50 سنة؟ فعلا اللي بعيش يا ما بيشوف. يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك، أهلين وسهلين. أمر تسمح لي أقعد شوي؟ تفضل افتح شريف. إيه والله كتر خيرك، ممنونك. يا الله أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، شكرا كتير. خدمة أمر، أمرني. ما يأمر عليك ظالي. قالوا لي إنك أنت عتيقهم بالمنطقة ومتعرف فيها منيح. مزبوط، أكيد عم تدور على شي عنوان. إيه والله صار لي أكثر من نص ساعة وأنا عم أفتل مثل الخنفسة بالطاسة وما كنت أستدل على العنوان. ليش؟ على شو عم تدور؟ على سينما عبلة. سينما عبلة؟ عم تحكي جد؟ شو شايفني اللي كان عم بمزح معك أنا؟ عفوا، يعني أنت قديش صرك ما أجيت على هالمنطقة؟ زمان كتير. ليش عم تسأل؟ لأنه سينما عبلة هون. عفوا، وين هون يعني؟ مالي شايف شي لتعتزني. انت هلأ بالسينما عبلة عمي؟ عفوا يا اخ، الله يرضى عليك، اذا كنت حابب تتسلى وتتفقس علي انا مو فاضي لهالشغلة ابدا، مو ناقصنا والله. عال انا تأخرت على موعدي وما عاد عندي وقت منوب. يا عمي انا ما عم بتسلى ولا عم بتفقس، سينما عبلة كانت هون. هون كانت من 30 سنة. ايه وهلأ وينها؟ سافرت يعني؟ جروها بالخيط؟ اسمعوا على هالحكي. عمي السينما اللي عم تحكي عنها انت هدوها من زمان وطلع محلها هذا البرج يلي محلي فيه. هدوها؟ لك الله يهدون، الهي هد. لك انه شلون لهم قلبي هدوا هيك سينما؟ شلون؟ وليش لحتى ما يهدوها بقى؟ لك ما بيصير تنهد، ما بيصير تنهد. شو هالحكي المصدي؟ سينما عامله بالذات ما بيصير تنهد يا اخي ابدا. شو انت؟ شو ما في عواطف انت؟ لك يا أخي قلة ناس إلو ذكريات بهالسينما، قلة عشاء كانوا يتواعدوا على بابا، قلة بياعين فول وبليلة كانوا يوقفوا يسترزقوا حواليها، قلة أفلام حب وهيام انعرضت فيها. بس يا خسارتك، يا خسارتك يا سينما عبلة، يا خسارة.
يا محضران فيها رصيف نمر 5 لهدى سلطان وحميده لفريد شوقي، وأنا عايز أتجوز لفريد الأطرش. آخ اسأل الله هديك الأيام، قسما بالله العظيم البكي اللي كنا نبكي فيها بنص الأفلام بيعبوا خزانات. وانت يا أخ شو اللي جاب على بالك هلأ بعد كل هالسنين؟ شو اللي جاب على بالي؟ كان عندي موعد على بابا. موعد؟ اي نعم، موعد خطيبتي على باب السينما بعد 5 دقايق. يلا عن إذنك بدي اطلع دور عليها. خطيبته وعلى باب سينما عبلة، شو هالقرقاي؟ شوفي خالتي، سينما عبلة كانت محل البناية الكبيرة هي. انت متأكد؟ متأكد، انا واقف هون عم بيعي نصيب اكثر من 40 سنة، وقت هدوها كنت بالصدفة واقف هون. يا خسارتك يا سينما عبلة، قديش لي فيها ذكريات. بس ما قلتي لي، مشان شو عم تسألي عنها؟ كنت موعدة خطيبي قدام بابها. خطيب شو؟ قصدي باب شو؟ باب السينما، باب سو يعني. هلأ ولا من 50 سنة؟ لا هلأ. أصبح لروح أفتل حوالين البناية ودور عليه. روحي الله معي، الله يكون معي، مع السلامة. يا نصيب عمي، يا نصيب. يلا ماما طولنا وما نام في الشماعة، شو عم ننتظر؟ معلش ماما خلينا ننتظر شوي لاجي جده وتيتا. يا ترى شو اللي اخرهم؟ بركي هني. سارة
يلا خلينا نشعل الشمع. لا والله ما لقيتها. انت لقيتها؟ لا ما لقيتها. بتعرفي ليش ما لقيناها؟ ليش تقبرني؟ لانه الزمن صعب كتير يرجع لورا.